خالتي ما عدينا للباب اللي تحت مفتاح وفاتوا علينا وفاتوا بهمجية، يعني ما يعني أنا كنت خايفة على أولادي يعني من الفوت اللي فاتوها، حوالي 20 واحد اللي فاتوا على الدار، حصرونا بغرفة وما نسمع لا صوت كركبة وخربطة وما خلوش إشي، يعني هيك شفتوا بعينيك شو صار فينا هين. شو بدي يحكي الواحد اللي لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبي الله ونعم الوكيل، بس ما ضلش الواحد يحكي، يعني أول مرة بفوت وما خلونا لا نتحرك ولا يعني أي حركة نعملها يحط السن بوجوه أولادي، يعني طلب ابني دواء اللي بده يجيب لي إياه، البارود حطها براسه، وأي حركة من حدا من أولادي حصرونا احنا الثلاثة جوا، أي حركة من أولادي يسلطوا البارود علينا. فحسبي الله ونعم الوكيل، بس ما خلوا اشي، الشبابيك جموهن، الطخوت، يعني ما ضلش اشي في الدار، يعني انا لما طلعوا وشفت المنزل اللي انا فيه ما تحملت الوضع اللي احنا فيه، بس الله يعين كل واحد بفوتوا عليه، الله يعينهم، يعني بكفي الفوت والرعب اللي رعبونا اياه لما فاتوا علينا، يعني ما صبروش ان الولد يفتح الباب، ما صبروا، يعني منظرهم مرعب. يعني بتعرف انه الوحدة عندها اولاد، انا ما خايف على حالي، خايف على اولادي كنا، فاي حركة كان يحرطت، يعني لو مدوا ايديهم بدهم يطولوا السيجارة يحطوا البارود بروسهم. حكيت لهم، يعني انا اخذت حبة ممية لما عرفت اني ظني بينهم، انا عندي مريضة سكري وضغط، يعني عندي امراض مزمنة، يعني لو ضلوا اخرى انا الساعة بجوز بدوني على المستشفى، الوضع كان كتير صعب عندي.